طيب حبايبي، ابغى اعمل جبنيه. كلكم تعرفوها وكلكم تعرفوا المقادير، بس انا عندي طريقه كذا انا مره احبها ومعتمدتها. ففي نوع جبنيه، الجبنيه اللي تتنفخ كذا، تحطيها في الزيت وتتنفخ معاكي. انا جبنيتي لا، مو كذا. جبنيتي كذا تجي مطبطبه وكذا، فيها طعم الجبنه وحاجه كذا لذيذه مره. فالجبنيه اللي احبها واحبها هي هذه طريقتي. فهيكون عندي 150 جرام من جبنه الشيدر كرافت او برايد، بس اليوم انا خالطه كرافت مع برايد. هو بالعاده انا بحط بس كرافت، تمام. فاهم شيء؟ اوزني 150 جرام من جبنه الشيدر. هيكون عندي ملعقتين من حليب البودره، 3 ملاعق زيت، ملعقتين سكر، ملعقه لبن زبادي، حبه بيضه، وملعقه صغيره خميره. عندي هنا الفرامه حقتي، راح احط فيها كل هذه المقادير ما عدا الدقيق، تمام. اخلطها في الخلاط خلط ناعم، بعدين اضيفها على الدقيق. طيب بنات، جبنيتي بعد ما عجنتها حتصير عندي عجينة شوية قوية كده، عشان تصير عندي عجينة جبنية مقرمشة. فراح اتركها تخمر كده في مكان دافي 45 دقيقة، بعدين ابدأ يعني افردها واشكلها واقليها.